إذن بدايتنا في السوشيال ميديا برضو إلها علاقة بالمنتخب الوطني وسمو ولي العهد اللي أصر على حضور مباراة المنتخب الوطني مع فيتنام من المدرجات وبين الجماهير وليس من المنصة في لقطة جميلة جدا خلينا نشوفها. أيضا مع الجماهير الأردنية اللي كانت العلامة الفارقة في بطولة كأس آسيا وحتى في مباراة المنتخب مع فيتنام في دور الثمن النهائي كان في توافد للآلاف من الجماهير الأردنية في هاي البطولة، وأيضا كان في جائزة لأفضل مشجع وكانت من نصيب مشجع الأردني إيهاب الكفوف. خلينا نشوف. يعني بكل بساطة الجائزة يمكن بس إنه حلو الواحد هيك طبعا هي مش الفكرة بالجائزة هي الفكرة بالحضور والتقدير وأيضا نشامة يعني دائما حاضرين بكل المنحنيات الرياضية أكيد. ومنفوز منفوز إن شاء الله يا رب. فقرتي المفضلة لدغيثر من نرجع له طبعا بعد الغلط الأول بأنه لعب الكويت في بطولة كأس آسيا هلا رجع غلط ثاني مع مصطفى الآغا خلينا نشوفه. ابدا معك لانه اذا سالته ما خير يحكي. اول مره هلقى واحد يحكي اكثر مني مبروك علي. تفضل ابو كرم. تفضل عن المباراه. الصين واليابان ولا اي واحد؟ الصين ما تلعب مع اليابان. لعبت لنا الكويت بكاس اسيا، هذه المباراه اللي كان عليها التقرير، وين كنت؟ في بكره الصين واليابان. هلا التقرير عن مين كان؟ عن ايران. ايران والصين. ايران والصين. زين كلهم موجودين ما دخلنا منتخب ثاني تبغى تتكلم عن الصين ولا اليابان؟ اليابان بكره مع اليابان مع فيتنام مع فيتنامي الحلال لسه ما عرضنا تقرير اليابان كل الثنتين طلعوا قدامي لا مو والله كل الثنتين وين الثنتين؟ قالوا مباريات غدا وحطوا ايه بعد التقرير حطوا عن واحده ما حطوا عن ثنتين طيب الحين تبي انت اي واحده قل لي اللي تبي كلها موجوده قول عمه لا لا انا اللي اقول ليش اخذ دوري؟ مشان الوقت طيب وش تبي نحكي عن ايران والصين ايران والصين ايران والصين شوف يا ابو كرم المشكله انه مصر على الخطا الصين واليابان لا صح. الصين واليابان صح بس مع هيك يعني كمان في يعني رده فعل هيك صلبه شوي من الزميل الاستاذ طبعا مصطفى الاغا